الفوات أو الثغرات الذي قد تكون شابت ورحمة الله تعالى. واجب المشاركة في البطولة في القسم الثالث وكأس العرش 800 يجب السنوي لمقر النادي 7200 درهم. أهو في سيادتكم وكيل اللائحة السيد حسن بالخضر. معه سي عبد القادر بقجاع، عبد المنعم حلتوت، أنس بن فارس خلوف، عبد السلام اليعقوبي، مراد المرابط الحجاجي، محمد عرواوة، محمد السعيدي ملول، كريم الزواق، ونور الدين حيسد. هذه هي اللائحة اللي تقدم بها سي حسن بالخضر، وهي لائحة فريدة يعني وحيدة، ما كاينش شي لائحة انا درت لها غير التاريخ. وديعت بمقر النادي بتاريخ 14 اكتوبر 2020. وزارة السيفة والرياضة ومواتي السلطة إخوان المخارطين، حقيقة اكتغمرني فرحة عارمة الحقيقة لأني رجعت من بيز ديالي ديال فريق رجع محباكو. كنشكركم بزاف على جميع المخارطين وجميع أعضاء ديال المكتب المسير السابق على الثقة اللي وضعتها في شخصي، وإن شاء الله سأكون وفيا لهذا النادي كما كنت سابقا، ولو انني كنت ابتعدت عنه يعني كتدبير وتسير، ولانني كنت دائما حاضر وكنلبي النداء دائما كل ما اتصلوا بي الاخوان السي عبد القادر بقجيع ولا الصديق ديالنا والسي نور الدين حسيسن. بطبيعة الحال هذا النادي هذا ما يكون الا الطموح ديالو يكون كبير. انا كنت فرحان جدا على انه كان في المراتب الاولى في البطولة ديال القسم الوطني الثالث، وكنا كنتبعوه وكان بعض الإخوان كنت بإتصال معهم وكنت كنقول لهم زعما عملوا مجهود كبير طلعوه، وملي طلعوه القسم الممتاز قلت له حنا غنكونوا موجودين. حنا الهدف ديالنا الإخوان نقول لكم يعني جميعا ما يكونش شي هدف فريق رجاء محباكو، غنقولوا غنشطوا بطولة قسم ممتاز ما كنظنش يعني غنحافظوا على المكانة هي شويه حتى الفريق عنده تاريخ وعنده رجالات ديالو، وهو واحد النادي ولا كيمثل واحد المنطقه اللي عريقه في كره القدم وعطات يعني اسماء كبيره لا داعي لحصرها، يعني فقط يكفي واحد الاسم هنا تريس مرابط وعائله مرابط اللي عطات كثير من الفريق الحي محباكو. التذكير سي حسن محباكو راه شارك في الهوات. شارك في الهوات كنت انا رئيس التذكير. كنت رئيس ديك الساعه، ولكن كان موسم قاسي جدا يعني طلعنا وعودنا. اذا الهدف ديالنا هو الصعود بطبيعه الحال، ملي كنقولوا الصعود راه ماشي واحد الكلمه سهله، يعني بين 20 سنه وضحاها تجي تقول عاد تصعد من قسم الهوات. طبيعة الحال خص واحد العمل وواحد الجهد، وخصوصا كاين معيقات كثيرة وكبيرة لا فيما يخص الدعم ديال الجامعات المحلية اللي غيكون هذا العام هذا شبه منعدم، إذا بالتالي غيكون يعني غتكون المهمة صعبة أكثر، ولكن الحمد لله كاين رجالات في المنطقة ديالنا وفي مقاطعة كاملة وكاين خارج الوطن. ان شاء الله غنحاولوا ما امكن نوفروا هذه الميزانيه ديال الصعود وندافعوا على الحظوظ ديالنا. طبيعة الحال بعد ما نجلسوا مع مدرب الفريق واللي بهذه المناسبه كنشكروه وكنسمعوا عليه غير الخير، وكان شرف لي ان تلقيته البارح، غنجلسوا معاه ويقول لنا واش غنقدروا نلعبوا على الصعود ولا ما نلعبوش على الصعود. هو الى 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 وفرنا له بطبيعه الحال ظروف العمل، طبيعه الحال هو ما يكون اول واحد اللي غيزكي هذا المنحه اللي غنمشيو فيها حنايا اننا نلعبوا على الصعود. القسم الممتاز ما بقاش بالقسم الهين، يعني اليوم 24 فريق كتلعب على ورقه واحده راه ماشي سهل، وخصوصا اننا غنلعبوا في واحد الموحد
اللي الخصوم ديالنا او المنافسين ديالنا نقولوا شي الخصوم هما كيمثلوا مدن مدن كبيره. اذا حنا الفريق رجاء محباكور بين هذه المدن هذه غيكون عندنا الطموح ديال الصعود ونعاون عليه في البدايه غيكون يعني واحد التحدي ولكن ان شاء الله ان شاء الله بوجود هاد الاخوان اللي كاين في المكتب ديال رجاء فريق رجاء محباكور واللي من غير في المكتب وبقياده ديال سي لاقميش والغيورين ديال فريق رجاء محباكور كثير بزاف لا داخل ولا خارج الوطن ان شاء الله كنتمنوا نكونوا موفقين في هذا الهدف ديالنا وان شاء الله في يعني في اقرب فرصه يعني كاعداد المكتب المسير اننا نعملوا جلسه عمل مع الاطار التقني ونبداو العمل ديالنا ان شاء الله يعني هذا الاسبوع هذا بالضبط مع المكتب ومع الاطار التقني والاجتماع الثاني غنعملوه مع اللاعبين ديال فريق رجاء محباكور. بهذه المناسبه كنشكرهم انهم استطاعوا انهم يحققوا الصعود وغتكون مناسبه ان نشكرهم ان شاء الله مباشره ولو ان في الظروف ديال جائحه كورونا باش ما نثقلش عليكم. كنشكركم على الثقه وان شاء الله من هذه اللحظه الهدف ديالنا واحد هو الرجوع الى قسم الهواه ان شاء الله في هذا الموسم هذا. الحمد لله كانت اجواء رياضيه وهذه المناسبه كنشكروا جميع المنخرطين على والاعضاء المكتب المسير على وضعهم الثقه في الشخص ديالي لعوده السير ديال الفريق رجاء محباكور وانا لي الشرف ان هذا الفريق هذا الحومه ديالنا وفي الاصدقاء ديالنا وكان لي الشرف انني تراسوا هذه تقريبا واحد 15 سنه ولان كنعود ان شاء الله وان شاء الله حنا نعملوا بمعيه اعداد المكتب المسير ولا القدماء ديال اللاعبين ولا الجمهور ديال الحومه ديالنا اننا هذا الفريق هذا نرجعوه للمكانه ديالو وان شاء الله اللاعب على الصعود ديال القسم هوات ان شاء الله. وشوف انا هذا الفريق دائما انا دائما بالجنب ديالو يعني ما كيعيطوا لي الاخوان كنكون دائما حاضر معهم والحمد لله راكمت واحد التجربه سيريه مع هذا الفريق هذا بديت في, 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 في عده مواسم والحمد لله انا يعني دائما مرتبط بهذا الفريق والحمد لله جات هذه المناسبه هذه قلنا لما لا يعني نتعاونوا مع الاخوان لتدبير هذا الفريق في هذه السنوات المقبله ان شاء الله.